ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أعلن في بيان رسمي نظام منافسات كأس العالم للأندية الجديد، واللي هيبدأ من نسخة 2025 وهيشارك فيه 32 فريق. وأكد الفيفا على أن نظام التأهل لكأس العالم للأندية هيكون بالنسبة للقارات اللي ليها أكثر من 4 مقاعد زي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هيصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 ولحد 2024، وده بجانب فرق إضافية هيتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها. أما القارات اللي هيتأهل منها 4 فرق زي أفريقيا وأسيا، هيصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 ولحد 2024، وده يعني مشاركة الأهلي بصفته حامل اللقب في 2021. الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر رسميا تعديل نظام كأس العالم في 2026 ليقام من 12 مجموعة بتتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، وبكده هيكون عدد الدول المشاركة 48 منتخب بدل 32 منتخب. وبحسب النظام الجديد هيتأهل أول وتاني كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات هتحتل المركز الثالث في مجموعتها لدور ال 32، وهيكون موعد المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك أعلن عن قائمة الفريق اللي هتلعب مباراة شباب بلوز داد الجزائري يوم الجمعة اللي جاية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة غياب شيكابالا بسبب معاناته من نزلة برد، وعبد الشافي وعمر جابر بسبب الإصابة، لكن ناصر منسي وشبانة هيشاركوا في المباراة، وده بعد غيابهم عن مباراة أنبي الأخيرة في الدوري. محمد عبد المنعم مدافع نادي الأهلي اجتاز الاختبار الطبي اللي خضع له في تدريبات الفريق، وبكده تم تأكيد جاهزيته لمباراة القطن الكاميروني. وخضع عبد المنعم لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكوته من آلام في العضلة الضمة بعد مباراة سان داونز اللي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز رجع لقائمة الفريق في مواجهة الجيش الملكي المغربي، واللي هتتلعب يوم الحد اللي جاي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية. وأصبح اللاعب جاهز من الناحية الطبية والفنية للدخول في قائمة الفريق. دكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كشف عن توقعاته للموسم الحالي، واللي بيعتبر بداية الطريق نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024. شورمان كمان اتكلم عن مراسم ختام كأس العالم في القاهرة واللي أقيمت خلال الفترة من 7 ولحد 12 مارس، وقال مصر تبهر الجميع دائما بجودة التنظيم، وأنه طلب إقامة هذه النسخة من كأس العالم في القاهرة نظرا للنجاح الباهر اللي شهدته بطولة العام الماضي، لأن جميع التسهيلات بتكون متواجدة، وده بيساعد كل اللعيبة واللاعبات في تقديم أفضل ما عندهم. من ناحية تانية، كشف المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن نجاح تنظيم بطولة كأس العالم الخماسي الحديث، وقال العريان الميداليات اللي حصلت عليها مصر في كأس العالم الخماسي مبشرة قبل أولمبياد باريس، البطولة كانت أكتر من رائعة، وعلى مستوى التنظيم والملاعب مفيش أي شكوى من أي دولة من الـ 35 دولة اللي شاركت في البطولة. منتخب مصر للسيدات تحت سن 20 سنة لكرة القدم حقق فوز كبير على منتخب تونس بنتيجة 3-1 في افتتاح بطولة شمال أفريقيا، واللي بتتلعب في تونس خلال الفترة من 14 مارس ولحد 18 من الشهر بمشاركة مصر وتونس والجزائر. سجل ثلاثية منتخبنا نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف. وفاز نادي مانشستر سيتي على لايبزيج الألماني بنتيجة 7-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات لقاء العودة من دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل نادي مانشستر سيتي بالنتيجة دي للدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال بعد ما انتهت مباراتين الفريقين بمجموع 7-1 ذهابا وإيابا. فريق انتر ميلان تعادل مع بورتو البرتغالي في المباراة اللي جمعت الفريقتين في مباراة العودة من دور 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل انتر ميلان لدور 16 من البطولة بعد ما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد بايرن ميونخ الألماني. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع منا ومصطفى.